هنا الحين سيخ الهند الستاندرد 8 ملي طول 160، رابرات كريسي 15 ملي سمول اي دي على 380%، الباند ستريتش 132 سنتيمتر. سيخ الستاندرد دبل فلوبر 8 ملي 160 على الربرات، ربرات الكريسي 15 سمول اي دي على 370. ربر برايم لاين 14.5 سمول اي دي على 380% نسبة الشد. السيخ الاصلي تبع الهند 8 ملي 170 160 سنتي سنجل فلوبر 3.8 التمدد، ها؟ ايوه يعني اعلى من اللي كان على الكريسي 3.7. ايوه رجع ورا، هذا قدم شوية. أيوة. لا ارتداد أخف. أيوة. ربر برايم لاين 14 من السمول اي دي امبر كور على 3.8، والسيخ الهند اللي الاساسي اللي جاي من بلده 8 ملي طول 160. يا ابوي يطير الصيخ جاد، شفت كيف عدى فوقه؟ عدى فوق ال... يبغى له 10 ملي ولا ايه؟ البرايم لاين 14 ملي 3.8. زاوية بس اوكي.